ترياق ببغداد جرب ففي ربع بشار شفا كل معضلي تريم بها منهم ألوف عديد دون بساحة بشار شموس الهدى قلي. قال ألوف من مثل معروف في مقامه الرفيع موجودين في هذه المقبرة وفي هذا المكان. قالوا والرؤية بعد وفاته ما فعل الله بك؟ قال لما وصلوا بي إلى المقبرة اعتق عن يميني 20,000 وعن يساري 20,000 وأمامي 20,000 ومن خلفي 20,000 اعتقهم من النار والعذاب سبحانه إكراما لوصولي لما وصل إلى البرزخ. سبحان الذي يعطي من يشاء ما شاء تعالى في علاه. يختلف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى معروف، يعني يترددون على معروف الكرخي، هذا معروف بن فيروز الكرخي، ويسألانه ويرجعان إلى رأيه فيما أشكل عليهم من المسائل. وهكذا أمر الصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والآن من درس كلمتين ولا حمل شهادة ولا شهادتين قال إيش يعرفون هذولا وإيش عند هذولا؟ من تعرف فين وصلت يا مغرور يا لابس ثوب الزور؟ سوف ترى عند الغرغرة ووصول القبور من الذي عرف ومن لم يعرف، من الذي جهل ومن الذي علم. ستعلم بعد ذلك ما حالك وحال الأكياس من خيار الناس أرباب القرب من ربهم. يا مغتر بالورقة، يا مغتر بالكرسي، يا مغتر باعتبارات ساقطة لا أثر لها من عند الغرغرة إلى الأبد، ما عاد لها اعتبار أبدا. أنت مغرور بها في هذه الحياة. سوف ترى، سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. وسترى من هم الأكياس ومن هم خيرة الناس. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم رجال الله إن كنت تراهم فسر معهم على أدب وراهم. فقد ستروا وما عدموا ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم. الله يرزقنا حسن الظن والأدب ويربطنا بأخيارنا وصلحائنا أهل سر الكتاب والسنة فينا، أهل إرث النبوة فينا. اللهم اربطنا بهم ربطا لا ينحل. اقرأ. وفي حديث معاذ رضي الله عنه من جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله قال أقض فيه بما قضى الصالحون، فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله. وفي بعضها اجتهد رأيي، اجتهد رأيي، اجتهد رأيي. وحدثون عن الجنيد قال كنت إذا قمت من عند سري سقطي قال لي إذا فارقتني من تجالس؟ فقلت الحارث المحاسبي، فقال نعم خذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه للكلام ورده على المتكلمين. قال فلما وليت سمعته يقول جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث، يعني أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسنن ثم تزهدت وتعبدت تقدمت في علم الصوفية وكنت صوفيا عارفا، وإذا ابتدأت بالتعبد والتقوى والحال شغلت به عن العلم والسنن فخرجت إما شاطحا أو غالطا بجهلك بالأصول والسنن. فأحسن أحوالك أن ترجع للعلم الظاهر وكتب الحديث وكتب الحديث لأنه هو الأصل الذي تفرع عليه العبادة والعلم، وأنت قد وجئت بالفرع قبل الأصل. وقد قيل إنما حرم الوصول وتضيع الأصول هو كتب الحديث ومعرفة الآثار والسنن. فإذا أنمت أنت إذا أنت فإذا أنت رددت إلى الأصل فقد انحططت عن مرتبة الناقدين ونزلت من درجة العارفين وفاتك مزيد اليقين والإيمان. نعم، وهكذا شؤون
الوعي المتكامل وأخذ الأمور من أطرافها على وجهها الصحيح، وليس الأخذ بطرف في المسار ولا في المسلك ولا في العلم. فعلم الظاهر وعلم الأحكام أساس للوصول إلى علم الباطن وعلم القلوب، فلا بد من أخذ النصيب منه. هذا الجنيد بن محمد يقول له شيخه سري السقطي وقاله شيخ، يقول له: جعلك الله صاحب حديث صوفيا، ولا جعلك صوفيا صاحب حديث، جعلك الله صاحب حديث صوفيا، يعني آخذا بالمسلك القويم الصحيح، تبني أمورك على نور وبصيرة وعلم، فتأخذ ما تحتاجه من العلوم، لا تحتقر منها شيئا، ولا تنزل غير منزلته، ولا تضيع الأعظم الأهم، فعندئذ تجمع الخير على وجهه. وهكذا نجد الذين غفلوا عن المسلك القويم الصحيح، فإما أن يشتغل بالعبادة بلا علم، ثم يدعي نورانية ويدعي أحوال نازلته، ويدعي أنه أعرف من العلماء وأنه قد وصل إلى الحقيقة، فلا هو من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعيش مع وسواسه ومع تلبيسات إبليس عليه ومع خيالاته. إذا سمع شيء من كلام العارفين نزلها على وساوسه وظنها هي كلامهم شيء وظنه شيء ثاني وزواته شيء ثاني، بقي مخبط شاطح مغتر على غير بصيرة وبينة. وإما يأخذ طرف من العلم بلا وجهة صادقة ولا أدب مع الحق تبارك وتعالى، فتجده إذا اتصل بفن من العلوم يحتقر الفنون الأخرى ولا يعلم تكامل هذه العلوم وحاجة الناس إلى نصيب من كل منها حتى تستقر الشؤون. وإن كان يتوسع كل في شيء لا يتوسع فيه الآخر، لكن الكل محتاج إليه ليكون آلة للوصول إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة. فتجد المشتغل بعلم اللغة العربي يقول لك هذا الذي يعرب به القرآن، وهذا الذي يعرب به السنة، أما كثرة الفقه حيض النسوان والسنجب حجر، وهذا كلام ما هم حول ولا قوة إلا بالله، يحتقر الفقه ويعدم حقه. ويجي لك بعدين واحد صاحب فقه قال لك من يريد له بخيرا فقهه بدين هذا، وأما ضرب زيدا عمرا ضرب زيدا عمرا كل رفع نصب خفض هذا يحتقر العربية. جاء الثالث يتعلم في علم الـ 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 الوصول والفقه يقول لك حدثنا نقل بس نقل كله نقل بلا وعي، حدثنا وينتقد أهل الحديث يحتقر علمهم. يجي لك محدث يقول لك المحدث العلم قال الله قال رسوله العلم حدثنا، العلم ما قال حدثنا. وأما إذا يتلقفون من كتب لا عندهم سند ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دليل فسادهم كلهم فاسدين، ما أحد منهم على الاستقامة ولا على الصلاح ولا رافع نظره إلى المقصود الأعلى والمهم الأكبر. ولو توجهوا لعلموا منزلة كل شيء ووضعوا في موضعه، ولعلموا أنهم محتاجين للقرآن ولتفسيره ولوصول التفسير، ومحتاجين إلى الحديث وإلى بيان أسانيده وإلى فهم معناه، ومحتاجين إلى الفقه وتبين الأحكام، ومحتاجين إلى اللغة، ومحتاجين من كل هذا إلى المقصود منها وهو الفهم في الكتاب والسنة، ومحتاجين من هذا الفهم إلى الحال مع الله تعالى واستقامة السير على ما يرضاه، ومحتاجين من كل ذلك إلى القرب منه والدنو والمعرفة الخاصة به، محتاجين من كل ذلك إلى نيل رضاه تعالى في علاه. لا يسب حد ولا يتكلم على حد ولا يحتقر أحد ولا يود أحد، هذا المسلك هذا هو. هكذا مضى الصالحون، هكذا مضى الأخيار، بلا إفراط ولا تفريط ولا مبالغات ولا احتقار لأحد،
وما غفلوا عن مقصدهم الأعلى في أحوالهم كلها، إن طلبوا ذا العلم أو ذا أو ذا ربطوا بالمقصد، ربطوا بالمقصد، ربطوا بالمقصد، وعلى هذا السبيل ساروا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالله يحيي ما مات فينا وفي المسلمين. وما الآن كل من إيش دخل في فن رأى نفسه أعلم الناس وأحق الناس بالتقدم والعياذ بالله تعالى، أو أعرفهم بشؤون الحياة أو أحقهم بالتصدر، وكل ذلك لضياع الأصل، ضياع الأصل. ومن ضاعت عليه الأصول حرم الوصول، ما يصل حتى يبقى على الحال هذا 20 سنة 50 سنة 70 سنة ما يصل أبدا، لأنه معوج السير ما غير مستقيم، فلا يصل إلى حقائق اليقين ولا القرب من رب العالمين والعياذ بالله تعالى. بعده قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: كان الناس إذا طلبوا العلم عملوا، فإذا عملوا أخلصوا، فإذا أخلصوا هربوا. وقال آخر: يطلبون فيهربون من الناس. هذا المسلك اللي كان يسلكونه، يطلبون العلم من أيش يعملون بقى؟ أيش يصلحون؟ يعملوا. إذا طلبوا العلم عملوا، إذا عملوا أخلصوا، إذا أخلصوا طلبوا، إذا طلبوا هربوا وتواروا عن الناس وعن طلبهم. وهكذا كانوا ولكن مع اختلال الأمر رجع قال لك خذ لك علامة بيذكرها. قال الآخر العالم، وقال آخر العالم: إذا هرب من الناس فاطلبه، وإذا طلب الناس فاهرب منه. إن كان هاربا من الظهور والشهرة والسمعة وإرادة الناس وما في أيديهم اطلبه. هذا العالم، هذا العالم الذي يملأك إيمان، هذا العالم الذي يقربك إلى الرحمن، هذا العالم الذي يطهرك عن الأدران. وإذا رأيت العالم يطلب الناس هرب منه، يهم سمعته ومكانته وشهرته وتصدره وحبوبه العاجلة، ماذا بيهدرك؟ هذا بيحشوك ظلمة، دبل نفسك منه. روح تقول لك عالم ينور ما يظلم، يقول لك عالم يقرب ما يبعد، يقول لك عالم ينظف ما يوسخ. أما عالم يطلب الناس وما في أيديهم وما عندهم، إذا جيت عنده بيهدرك في المصايب حقه، بيردك واحد من كلاب الجاه والمال. فانتبه لنفسك، دور لك عالم ليردك من عباد الرحمن، من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وهذا العالم الذي يهرب من مظاهر الناس. وقال أبو محمد: سهل العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إيش معناه؟ قال ارتحل نوره وبركته، تبقى صورته، ما تنفع صورة بلبلة كثيرة، معلومات كثيرة وهو ما حد هو. لأن العلم إذا أول ما يصل في قلب الإنسان يهتف بالعمل، تنفيذه، تطبيقه، القيام بواجبه. إن أجابه وإلا ارتحل نور العلم، تبقى الصورة اللي عند المنافقين واللي عند الكافرين، تبقى الصورة والعلم ونور العلم يروح، ما عاد يبقى منه شيء. اقرأ. وقال ذو النون رضي الله تعالى عنه يقول: اجلس إلى من تكلمك صفته، ولا تجلس إلى من يكلمك لسانه. وقد كان الحسن رضي الله تعالى عنه قبله يقول: جالس من تكلمك أعماله، ولا تجالس من يخاطبك مقاله. وقد كان طائفة يصحبون كثيرا من أهل المعرفة للتأدب بهم والنظر إلى هديهم وأخلاقهم إن لم يكونوا علماء، لأن التأديب يكون بالأفعال والتعلم يكون بالمقال. ومن أبلغ ما سمعت منهم في هذا المعنى ما قال بعض الحكماء: وعظ واحد لألف بفعل، وعظ واحد لألف بفعل أنجح فيهم وأوقع من وعظ ألف لواحد بقول. وكان السهل يقول: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به، والعمل هباء إلا الإخلاص. وقال مرة الناس مرة وقال مرة
وقال مرة: الناس موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجل حتى يختم له به، حتى يختم له به. ولم يكن العالم عند العلماء من كان عالما بعلم غيره ولا حافظا لفقه سواه، هذا كان اسمه راوية وواعيا وحاملا وناقلا. وقد كان أبو حازم الزاهد رضي الله تعالى عنه يقول: ذهب العلماء وبقيت علوم في أوعية سود. وقد كان الزهري رضي الله تعالى عنه يقول: كان فلان وعاء للعلم، وحدثني فلان وكان من أوعية العلم، ولا يقول كان عالما. وكذلك جاء الخبر: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانوا يقولون حماد، وكانوا يقولون حماد الرواية الراوية، حماد الراوية، يعنون أنه كان راويا. ودخول الهاء في الإسم للمبالغة في الوصف كما يقال علامة ونسابة، وإنما كان العالم عندهم الغني بعلمه لا بعلم غيره، وكان الفقيه فيهم هو الفقيه بفقه علمه وقلبه لا بحديث سواه. إيش معنى غني بعلمه لا بعلم غيره؟ هو الذي انكشفت له أنوار الحقيقة بعين اليقين وحق اليقين، فصار معلما من قبل الحق تبارك وتعالى بتحققه بالعمل بما روى من العلوم، اتسعت له الفهوم وانكشفت عن قلبه الغيوم، فصار واصلا من العلم إلى المعلوم، وصار وعاء لإلهام وتعليم الحي القيوم جل جلاله. هذا يسمونه عالم، ما دون ذلك يسمونه رواه، حملة العلم، أوعية العلم، ما يسمونه هذا في الزمان دار. واليوم حتى وإن كان في قلبه ألف ظلمة يقولون له عالم، وهو بعيد محجوب. لم كما قال سيدنا علي، سماه أشباه له من الناس وعمدهم عالما، ولم يعش في العلم يوما سالما، واحد يوم ما عاش في العلم. الله يرد ما فات علينا وعلى هذه الأمة. كما جاء في الأثر: أي الناس أغنى؟ قال: العالم الغني بعلمه، إن احتيج إليه نفع، وإلا اكتفى عن الناس بعلمه، لأن كل عالم بعلم غيره، فإنما صار عالما بمجموعه، فمجموعه هم العلماء، وكل فاضل بوصف سواه فموصوفه هم الفضلاء، فإذا تركهم انفرد سكت، فلم يرجع إلى علم لنفسه يختص به، فصار في الحقيقة موصوفا بالجهل، واصفا لطرائق أهل الفضل، موسوما بعلم السمع والنقل. فمثل العالم بعلم غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين، العارف بمقامات الصديقين، ولا حال له ولا مقام، فليس يعود عليه من وصفه إلا الحجة بالعلم والكلام. وصفق العارفون بالله في الحجة بالأعمال والمقام، فمثله كما قال الله تعالى: ولكم الويل مما تصفون، وكقوله عز وجل: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، لا يرجع إلى بصيرة فيه بما اشتبه من ظلمات الشبه عليه مما اختلف العلماء فيه، ولا يتحقق بوجد فيه يجده عن حال ألبسها بوجده، وإنما هو متواجد بوجد غيره، فغيره هو الواجد وشاهد على شهادة سواه، فالسوا هو الشاهد. وقد كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بصاحب رواية، إنما يعبأ بذي فهم ودراية. وقال أيضا: من لم يكن له عقل يسومه، لم تنفعه كثرة مروياته للحديث. وقد أنشدنا لبعض الحكماء في معنى ذلك: العلم علمان، فمصنوع ومطبوع، ولا ينفع مجموع إذا لم يكن مصنوع، ولا ينفع مجموع إذا لم يكن مصنوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. وكان الجنيد رحمه الله كثيرا ينشد:
علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف، وليس يعرفه من ليس يشهده، وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف؟ لأن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس وانتهاء قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه محدث، لم يكن الناس قديما على ذلك في القرن الأول والثاني. وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة 2100 من التاريخ، وبعد وفاة كل الصحابة وعلية التابعين. يقال إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن دريج في الآثار، وحروف من التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سننا منثورة مبوبة، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه في رضي الله تعالى عنه وعن من سار في ذلك سبيل. في كلام الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يدفه الله في القلب. فعندهم الرواية شيء والعلم شيء، والنقل شيء والتحقق بالعلم شيء آخر. الله يحيي ما مات فينا وفي الأمة من الخيرات. يقول الجنيد: علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف، وليس يعرفه من ليس يشهده، وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف أعمى. بعد ثم جمع ابن عيينة كتاب الجوامع في سنن والأبواب، وكتاب التفسير في أحرف من علم القرآن، وجامع سفيان الثوري الكبير رضي الله عنه في الفقه والأحاديث. فهذه من أول ما صنف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيب وخيار التابعين، وبعد سنة 20 أو أكثر ومئة من التاريخ. فكان العلماء الذين هم أئمة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الأربعة، ومن بعد موت الطبقة الأولى من خيار التابعين هم الذين انقرضوا قبل تصنيف الكتب، وكانوا يكرهون كتب الحديث ووضع الناس الكتب لئلا يشتغل بها عن القرآن وعن الذكر والفكر، وقالوا احفظوا كما حفظنا، ولئلا يشتغل الناس عن الله تعالى برسم ولا وسم، كما كره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلة الصحابة تصنيف القرآن في مصحف، وقالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشوا الاشتغال الناس بالصحف واتكادهم على المصاحف، فقالوا نترك القرآن يتلقاه الناس بعضهم من بعض تلقنا بالتلقين والإجراء ليكون هو شغلهم وهمتهم وذكرهم، حتى أشار عليه عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة أن يجمع القرآن في المصاحف لأنه أحفظ له، وليرجع الناس إلى المصحف بما لا يأمن من اشتغال بأسباب الدنيا عنه. فشرح الله تعالى صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك، فجمع القرآن في صحف المتفرقة في المصحف الواحد. وكذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم عن بعض ويحفظونه حفظا، هذا لطهارة القلوب من الرياب وفراغهم من أصحاب الدنيا من أسباب الدنيا وصفائها من الهوى، وعلو الهمة وقوة العزيمة وحسن النية. ثم ظهرت بعد سنة 200 وبعد تقضي ثلاث قرون في القرن الرابع المرفوض مصنفات الكلام وكتب المتكلمين بالرأي والمعدول والقياس، وذهب علم المتقين وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى وإلهام الرشد واليقين. فخلف من بعدهم خلف فلم نزل في الخلف إلى هذا الوقت. ثم اختلط الأمر بعد ذلك هذا التفصيل في زماننا هذا، فصار المتكلمون يدعون العلماء والقصاص يسمون عارفين والرواة والنقلة، يقال علماء من غير فقه في دين ولا بصيرة في يقين.
وروينا عن ابن أبي عبلة قال كنا نجلس إلى عطاء الخرساني الخراساني بعد صبح فيتكلم علينا، واحتبس ذات غداة فتكلم رجل من المؤذنين لا بأس به بمثل ما كان يتكلم به عطاء، فأنكر صوته رجاء بن أبي حيوة، فقال من هذا المتكلم؟ فقال أنا فلان. فقال أسكت، فإنه يكره أن يسمع العلم إلا من أهله. وكذلك كانوا يقولون أبى أهل العلم بالله تعالى أن يسمعوا هذا العلم إلا من أهله الزاهدين في الدنيا، وكرهوا أن يسمعوه من أبناء الدنيا، وزعموا أنه لا يليق بهم. واعلم أن العبد إذا كان يذكر الله تعالى بالمعرفة وعلم اليقين لم يسعه تجريد أحد من العلماء. وكذلك كان المتقدمون إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم لمزيد اليقين والإفهام. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان تكلم من زيد بن ثابت الفقه، وقرع على أبي أبي بن كعب، ثم خالف زيدا في الفقه وأبيا في القرآة. وقال بعض الفقهاء من السلف في القراءة وأبيا في القراءة وقال بعض الفقهاء من السلف ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ به ونترك، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. قالوا ونقول ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد ويقولون لا ينبغي للرجل أن يفتي حتى يعرف الاختلاف الفقهاء، أي فيختار منها على علمه الأحوط للدين والأقوط على علمه الأحوط على عمله على عمله الأحوط للدين والأقوى باليقين. فلو كانوا يستحبون أن يفتي العالم بمذهب غيره لم يحتج أن يعرف الاختلاف، ولكان إذا عرف مذهب صاحبه كفاه. من ثم قيل إن العبد يسأل غدا فيقال ماذا عملت فيما علمت، ولا يقال له فيما علم غيرك. وقد قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ففرق بينهما يدل به أن من أوتي إيمانا أوتي علما، كما أن من أوتي علما نافعا أوتي إيمانا. وهذا أحد الوجوه في معنى قوله سبحانه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي قواهم بعلم الإيمان، فعلم الإيمان هو روحه، فتكون الهاء عائدة إلى الإيمان. وكذا العالم الذي هو من أهل الاستنباط والاستدلال من الكتاب والسنة فإنه أداة صنعة وآلات صنع، لأنه ذو تمييز وبصيرة ومن أهل التدبر والعبرة. وأما الجاهل والعامي الغافل فله أن يقلد العلماء، ولعالم عموم أيضا أن يقلد عالم خصوص، وللعالم بالعلم الظاهر أن يقلد من فوقه ممن جعل على علم باطن من أهل القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من علم الألسنة والفتية إلى علم القلوب، ولم يرد أهل القلوب في علمهم الذين يختصون به إلى المفتين، لأنهم يأخذون من المفتين فتياهم ثم يجدون في قلوبهم حيكا وحيزازة فيلزمهم فتي القلب بقوله استفت قلبك، بعد قوله وإن أفتاك المفتون، مع قوله الإثم حزاز القلب حزاز القلوب إلى قوله ما حاك في صدرك فدعه إن أفتوك وأفتوك. ثم درس معرفة هذا فجهل فصار كل من نطق بكلام وصنعه غرب على السامعين لا يعرف حقه من باطله سمي عالما، وكل كلام مستحسن زخرف ورونقه لا أصل له زخرف رونقه لا أصل له يسمى عالما لجهل العامة بالعلم أي شيء هو ولقلة معرفة السامع،
بوصف من سلف من العلماء بوصف من سلف من العلماء كيف كانوا فصار كثير من متكلمي الزمان فتنة المفتون، وصار كثير من العلماء من الكلام والرأي والمعقول الذي حقيقته جهل كأنه علم عند الجاهلين، فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماء ولا يميزون بين العلم والكلام. وقد قلنا إن خصوص الجهال يشبهون بالعلماء فيشتبهون على مجالسهم في الحال. فأعلم الناس ما عرف سائل معنى الهرب من الناس، كيف يكون الهرب من الناس، الهرب من طلب ما في أيديهم والسمعة عندهم والشهرة فيهم وقضاء الأغراض النفسية منهم، ليس منه طلب الناس لتعليمهم أو لنصحهم أو للتناصر معهم على أمر الله تعالى أو لنفع الخلائق بما هو نفع عند الله تعالى، الذي يطلب الناس ليتعلموا أو ليتفقهوا أو ليتربوا، ليس هو الطالب للناس، هو الطالب للرب تبارك وتعالى في نفع الناس وفي جميع. الطالب للناس كل من يظهر من أحواله إرادته المكان والمنزل والسلطة والجاه والمال والسمعة والشهرة وما إلى ذلك، هذا طالب الناس الذي نهرب منه. وكما أشار في آخر الكلام اللي سمعته، يشتبه الجاهل بالعلماء، فيشتبه كذلك من يطلب الناس لأجل التعليم لا غرض له أن يحبوه ولا أن يثنوا عليه ولا أن يمدحوه ولا أن يهدوا إليه شيئا ولا أن يواصله بشيء ولا أن يصل إلى شيء من أموالهم وأحوالهم، ويعلم الله من قلبه ذلك، وبين من يطلبهم يظهر أنه من أجل أن يعلمهم وقلبه ملتفت إلى ما في أيديهم وفكره منبسط إلى ما يتوصل بواسطتهم إلى أغراض تحيك في نفسه ومصالح تدور في باله لشخصه ولنفسه. والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم الصادق من الكاذب، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولا يعلمن الله الذين آمنوا منكم ولا يعلمن المنافقين. وهكذا يأتي اختلاط واختلاط، ولكن المذموم كله هو طلب غير الله تبارك وتعالى لتحصيل شيء من الأغراض والمصالح للنفس من شؤون هذه الحياة الفانية القاصرة. وهكذا، وإلا فشهرة سادتنا الأنبياء ثم شهرة الصحابة والتابعين فاقت شهرة من سواهم، والفرق بينهم وبين الذين انقطعوا وطردوا بالشهرة أن هؤلاء قصدوها وأرادوها، وهؤلاء من الأنبياء والصحابة والصالحين لم يقصدوها ولم يطلبوها ولم يقيموا أمرهم عليها ولا كان لهم ميل إليها، وما كانوا يراعون إلا ما هو أرضى وأحب إلى الرب، لا مبالاة لهم بإقبال الناس ولا إجبارهم بهذا الجانب عليهم وعلى أشخاصهم، يهمهم إقبال الناس على الله ويخيفهم إعراض الناس عن ربهم جل جلاله، لا عليهم إن أقبلوا وإن أعرضوا سواء، ولا يبالون بإقبالهم عليهم ولا إعراضهم عنهم، ولكن يبالون بإقبالهم على ربهم ويخافون من إعراضهم عن ربهم سبحانه وتعالى. وعلى هذا الميزان أقاموا أمورهم، فساق الله إليهم قلوبا ونشر لهم بين الناس سبحانه وتعالى
منشورات من الكرامة والعزة لم يثبت لي طفان من أشهر الناس الأنبياء والخلفاء والراشدين والحولة صلح التابعين لنقرأ كتبهم ونتأملهم، وما كانوا قصدوا شيئا من الناس ولا أحد من الناس ولا غرضا لهم من يذكروا فيه وهكذا، بل كانوا يبلغ بهم الحد إلى ما بعد موتهم يتجنبون ما يكون وسيلة أو سببا للذكر بين الناس بعد الموت حتى يلتفتوا لشيء من ذلك. ولما حفر الحفار في هذه المقبرة من زنبل وصل إلى محل الميت رفع اللبنة وإذا بالميت مشيخ بن عبد الله عليه رضوان الله، مشيخ بن عبد الله بن الشيخ علي بن أبي بكر الشيخ عبد الرحمن السبار جالس ناشر مصحف من هو على كرسي من ذهب يقرأ، فبهت الحفار الذي قال لا تخف رد علي هذا وذهب إلى قبر آخر احفر لا تحفر هذا لي. ولا تخبر أحد دميت بقبر عدى على موته أكثر من 70 سنة يقول ما تخبر أحد، لا تقول هذا في قبره كذا ولا كذا، ما عاد بيتطرق إلى رياء والعجب قده ميت ولكنه ما يريد الناس. ألا تخبر هذا مسكين، رجع الحفار مسكين مبهوت رد هذا وراح يحفر محل ثاني وجلس مدة ساكت وبعدين تكلم متوفي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، حتى وهم أموات ما يحبون السمع عند الناس الظهور عند الناس ويخشون أن يعملوا شيء في جنائزهم أو يوصوا بشيء يكون سبب للظهور أو للشهرة. ولما مات الجنيد بن محمد يقول قبل الموت يقول له شوف انظر العلامة إن كان متت على الإيمان وحسن الخاتمة يظهر كذا وكذا، وإن كان حصلت لي والعياذ بالله سوء الخاتمة شوف يظهر كذا كذا، فإذا رأيت العلامة السيئة أخبر أصحابنا أقول أخبر أصحابنا ما يكونوا على بينة من أراد يصلي عليه ومن أراد ما يصلي عليه، وإن كانت الثانية فاسكت وأعلمهم من أراد أن يصلي عليه ثم اجمع لهم اجعل لهم طعام يجتمعون فإني أخاف أن يتفرقوا من بعدي. فبكى صاحبه وقال إن فقدنا هذه العين لم يجتمع منا اثنان، فكان الأمر كذلك حتى أنه كان يسكن في خربة بجانب بيت الجنيد رجل من أراء للنور صراحة ما يبهله وكأنه مجنون ما هو مجنون، فلما خرجوا من جنازته قال تراني يقول لبعض من يمشي ما تراني أرجع إلى تلك الغريبة والله ما سكنت فيها إلا من أجل هذا السيد من أجل هذا الإمام لما كان هناك، وأنشأ يقول في أبياته لم تتغير لنا ليالي حتى توفتهم المنون، ايش اولها فوا اسفي من فراق قومي هم المرابع والحصون والمزن والخصب والرواسي والخصب والامن والسكون لم تتغير لنا الليالي حتى توفتهم المنون. وفي هذا كان يقول بعض سادتنا الصحابه ما فرغنا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضنا أيدينا من التراب حتى أنكرنا قلوبنا رضي الله تعالى عنهم. ألا يلا بنظرة من اغتنام الأعمال والفرص وما أتانا ويحيي العلوم النافعة فينا وفي الأمة إن شاء الله. ذلك نسلك طريقة من مضى ودع من تمنى بالحظوظ الدنيئة طريقة من نجا ودع من تمنى بالحظوظ
حسن الختام يا الله واعطنا